عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة منوعاتنا هنا النهاردة وحلقة جديدة من قناتنا. وقبل ما نقول ايه الحلقة، نقول متنساش اللايك والاشتراك في القناة. حلقتنا هي عن أعراض الحمل خارج الرحم، نعرف ايه هي أعراض الحمل خارج الرحم، وبعد كده نعمل ايه بعد الحمل خارج الرحم، ونصايح بعد الحمل، ونقول بسم الله. الحمل خارج الرحم، يعرف الحمل خارج الرحم او الحمل المنتبذ بانه الحمل الذي تنغرس فيه المضغة التي تسبق مرحلة تكوين الجنين في موضع اخر غير بطنة الرحم. ولفهم هذا الموضوع بشكل افضل، يقدر بينا ان نبين انه في الوضع الطبيعي لحدوث الحمل، يلتقي في جسم المرأة كل من البويضة القادمة منها مع الحيوان المنوي القادم من الذكر في عملية تعرف بالإخصاب. وينطب عن هذا التلاقي البويضة المخصبة التي تنتقل عبر إحدى قناتي فالوب إلى الرحم لتنغرس في بطانة الرحم في عملية تسمى بالإنغراس. وتستمر البويضة المخصبة في النمو هناك لتشكل ما يعرف بالكيس الأريم، التي تتطور ليشكل الجزء الداخلي منها الجنين، في حين يشكل الجزء الخارجي المشيمة، والتي يمكن في دورها حماية الجنين وتزويده بالمواد اللازمة للنمو. في الواقع تحدث أغلب عمليات الإنغراس في حالات الحمل خارج الرحم المرأة في قناة فالوب، ويطلق عليه في هذه الحالة مصطلح الحمل البوقي أو الحمل الأنبوبي. وإضافة إلى ذلك، قد تحدث عملية الإنغراس في جدار البطن أو في نطب العمليات القيصرية السابقة أو في عنق الرحم أو في المبيضين. وفي بعض الحالات قد ينغرس الجنين في منطقة التقاء قناة فالوب مع الرحم، وفي هذه الحالة يطلق عليها اسم الحمل الخلالي أو الحمل القرني. كما تقدر بالذكر أنه إمكانية حدوث الحمل خارج الرحم في حالات الحمل التوأمي، خاصة لدى النساء التي خضعن العلاج الخصوبي، إذ ينغرس الجنين الأول في بطنة الرحم وفي حين ينغرس الآخر خارج الرحم، ويطلق على هذه الحالة النادرة مصطلح الحمل المشترك. تقدر الإشارة إلى أن حالات الحمل خارج الرحم تعتبر حالات مرضية، إذ لا يمكن أن تتحول لحمل طبيعي، وبالتالي لا يمكن السماح باستمرارها. وتقدر الإشارة إلى أنها في حالة عدم تشخيصها وعدم اتخاذ الإجراء الطبي المناسب، فقد تشكل حالة طبية مهددة للحياة. أعراض الحمل خارج الرحم، في الحقيقة عادة ما يؤدي الموت بويضة مخصبة خارج الرحم في المكان الخاطئ إلى ظهور العديد من الأعراض، ولكن قد لا تشعر المرأة المصابة بأي من هذه الأعراض في بداية الحمل، أو قد تظهر في بعض الأحيان الأعراض الأولية للحمل الطبيعي مثل غياب الدورة الشهرية أو الغثيان وألم الثدي، بالإضافة إلى أن نتيجة اختبار فحص الحمل تكون إيجابية كعلامة على حدوث الحمل. وتقدر الإشارة إلى أنها عادة ما تبدأ المرأة المصابة بالشعور بأعراض الحمل خارج الرحم في حال ظهورها في الفترة ما بين الأسبوع الرابع إلى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. لذلك فإن الأعراض والعلامات تعد غير كافية للحكم على الحمل خارج الرحم، أو بشكل عام يمكن إجمال الأعراض والعلامات التي ترتبط بحدوث حمل خارج الرحم فيما يلي. الأعراض الأولية للحمل خارج الرحم، تعتمد الأعراض الأولية بشكل كبير على موضع تحديث الحدث، وكذلك على الأعصاب المتأثرة. وبشكل عام يمكن تلخيص الأعراض الأولية للحمل خارج الرحم كما يأتي: الشعور بألم في منطقة الحوض غالبا يعد أولى علامات الحمل خارج الرحم، نزيف مهبلي في الحوض، الشعور بألم شديد في البطن وعدم الراحة في منطقة الحوض أو تزايد حركة الأمعاء، وذلك في حالة كان النزيف من قناة فالوب، الشعور بألم في منطقة رأس الكتف، فقد تشعر المرأة المصابة عند الاستلقاء عادة بألم في منطقة التقاء الكتف مع الذراع، وهو مؤشر على أن الحمل خارج الرحم قد سبب نزيفا داخليا، إذ يعتقد أن تجمع الدم في منطقتي الحوض والبطن يتسبب بالشعور بألم ينشأ في موقع بعيد عن المثبت، والذي ينشأ في هذه الحالة في منطقة رأس الكتف، وذلك بتحفيز من العصب الحجابي، وهو العصب الواقع في عضلة الحجاب الحاجز التي تفصل تجويف الصدر عن البطن. الأعراض الطارئة للحمل خارج الرحم، تتعدد الأعراض الطارئة التي قد تحدث نتيجة الحمل خارج الرحم، فقد يؤدي استمرار نمو البويضة المخصبة في قناة فالوب إلى تمزق القناة، وخاصة في حال إهمال الحالة وعدم التوجه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ففي هذه الحالة يحتمل حدوث نزيف داخلي شديد في البطن، مما يؤدي إلى شعور المرأة المصابة بالدوار الشديد، قد يصل إلى الإغماء. كذلك تصاب المرأة بألم شديد في البطن، وقد تظهر العديد من الأعراض المهددة
ممتدة للحياة، مثل الدوار الشديد والإغماء وآلام البطن الشديدة والإصابة بصدمة متعلقة بجهاز الدوران، وهي حالة تنتج بسبب قلة تدفق الدم إلى الأعضاء الذي يؤدي إلى حالة من انخفاض الأكسجين في الدم والغذاء اللازم لأداء أعضاء الجسم، وهي حالة مهددة للحياة وتستلزم تدخلا طبيا سريعا، وذلك لما قد تسببه من ضرر في أعضاء الجسم المختلفة. وعليه يمكن القول أن مشكلة الحمل خارج الرحم تتطلب تدخلا طبيا سريعا، وعند اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لا يسبب الحمل خارج الرحم مشاكل تظهر. بشكل عام تنصح المرأة المصابة بزيارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب في حالة الشعور بألم شديد في الحوض أو البطن أثناء فترة الحمل، أو الشعور بالدوار الشديد أو الإغماء، أو حدوث نزيف غير طبيعي من الماء، أو غيرها من الأعراض المرتبطة بحالة حدوث حمل خارج الرحم، خاصة إذا كانت المرأة الحامل من النساء التي تزداد لديهن احتمالية حدوث حمل خارج الرحم. تقدر الإشارة إلى وجود العديد من العوامل التي تزيد من ذلك، ومنها وجود حالة سابقة من حالات الحمل خارج الرحم من تلك المرأة، إجراء جراحة في قناة سالمة، التدخين قبل الحمل، الإصابة بالالتهابات أو عدوى في الجهاز التناسلي، استخدام التقنيات المتعددة التي تساعد على الإنجاب، حدوث الحمل بالرغم من استخدام اللولب الرحمي كطريقة من طرق تنظيف الحمل، أو حدوث الحمل بعد عملية ربط قناة فالوب. ما بعد الحمل خارج الرحم؟ يعتمد اختيار العلاج المناسب للحمل خارج الرحم على الفترة التي تم تشخيص هذه الحالة فيها. ففي حال التشخيص المبكر يمكن أن يصف الطبيب دواء ميثوغلوبيسيت، وهو دواء يوقف نمو الجنين خارج الرحم، وعادة ما تحقن المصابة بجرعة واحدة منه. أما في حال تم تشخيص الحمل خارج الرحم بعد مضي وقت أطول، فقد تحتاج إلى استخدام جرعة أخرى منه، أو قد يتم اللجوء إلى الجراحة. أما في حال وجود تمزق في موضع وجود الحمل خارج الرحم، قد ينتج عن ذلك نزيف داخلي شديد أو حدوث صدمة، فيلجأ الطبيب إلى الجراحة لإنهاء هذا الحمل وإزالة الخلايا من هناك وإيقاف النزيف أيضا. قد يحتاج الطبيب إلى إزالة قناة فالوب في بعض الحالات، وتقدر الإشارة إلى أن إزالة إحدى قناتي فالوب لا يؤثر على عمل وكفاءة قناة فالوب الأخرى. أعراض ما بعد الحمل. أعراض ما بعد الحمل خارج الرحم: قد تشعر المرأة المصابة ببعض الأعراض بعد التخلص من الحمل خارج الرحم وعلاجه، إذ قد تستمر بالشعور بأعراض الحمل، وذلك لأن مستوى هرمون الحمل قد يبقى مرتفع لبعض الوقت بعد العلاج. كما قد تعاني المرأة المصابة من عدم انتظام في الدورة الشهرية، والتي تستغرق بعض الوقت قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي، إضافة إلى أنها قد تشعر ببعض من التعب والألم في البطن، وقد يصف الطبيب بعض الأدوية من أجل ذلك. وتقدر الإشارة إلى أن المرأة المصابة قد تعاني من أعراض السابقة ذكرها باختلاف العلاج الذي تم استخدامه، سواء كان العلاج بالجراحة أو بإعطاء الأدوية. ويقدر التنويه إلى أهمية حصول المرأة المصابة على الدعم النفسي وبعد مرورها بتجربة الحمل خارج الرحم، التي تعد تجربة صعبة لما حصل فيها من فقدان للحمل. كما تقدم الإشارة إلى إمكانية حدوث الحمل الطبيعي بعد الحمل خارج الرحم، وسيتم توضيح ذلك لاحقا. نصائح بعد الحمل خارج الرحم: في الحقيقة تعد السيدة التي عانت فيما سبق من حمل خارج الرحم أكثر عرضة للحدوث مرة أخرى في الأحمال اللاحقة كما ذكرنا سابقا، ومن هنا تأتي أهمية المتابعة الدورية للحمل مع أخصائي الدكتور النسائي للتأكد من وجود الجنين في موضع صحيح داخل الرحم. كما ينصح بعدم إهمال أي علامة أو عرض قد يدل على حدوث حمل خارج الرحم. مدة الانتظار قبل محاولة الحمل الأخرى: على الرغم من عدم وجود دليل بحثي واضح على المدة التي يجب أن تنتظرها المرأة لمحاولة الحمل بعد علاج الحمل خارج الرحم، إلا أنه ينصح بتأخير محاولة الحمل مرة أخرى لمدة 3 أشهر أو بعد مرور دورتين شهرتين كاملتين على الأقل، أيهما أقل، وذلك للسماح بعودة الدورة الشهرية إلى وضعها الطبيعي، إضافة إلى ضمان التعافي من أي مشاكل مرتبطة بحدوث الحمل خارج الرحم والعلاج المستخدم للتخلص منه كحدوث الالتهابات الداخلية والكدمات، وكذلك لضمان زوال أي تأثيرات للأدوية على خلايا الجسم المختلفة، ومنها تقليل مستوى الفوليت، والذي يعد مهما لتقليل احتمالية إصابة الجنين بعيوب الأنبوب العصبي. لذلك يجب أن يوصف الفوليت للمرأة لمدة 12 أسبوع قبل محاولة الحمل، كما يساعد تأخير محاولة الحمل مرة أخرى على تقليل احتمالية تكرار حدوث حمل خارج الرحم.
أو حدوث إجهاض إذا تم الحمل مباشرة، وكل ما سبق يساعد على استعادة الصحة النفسية الجيدة للمرأة بعد مرورها بتجربة الحمل خارج الرحم. فرص الحمل الطبيعي. ترغب كل امرأة قد مرت بتجربة الحمل خارج الرحم بالحمل الطبيعي ويعتمد حدوث ذلك بشكل كبير على مدى كفاءة وصحة قناة فالوب. وبشكل عام تعد نسبة حدوث الحمل الطبيعي بعد الحمل خارج الرحم جيدة جدا، حتى في حل جهد الطبيب للجراحة واستئصال إحدى قناتي فالوب بعلاج الحمل خارج الرحم، إذ يشترط لحدوث الحمل بشكل طبيعي سلامة قناة فالوب المتبقية ووجود مبيض واحد على الأقل قادر على إنتاج بويضة طبيعية وحدوث عملية الإباضة في كل شهر، حيث يمكن للبويضة المخصبة الموجودة في المبيض في الجانب الذي تم استئصال قناة فالوب فيه الإنغراس في الرحم بمساعدة قناة فالوب الأخرى الموجودة على الجانب الآخر. بذلك يمكن حدوث الحمل الطبيعي للمرأة التي لديها قناة فالوب واحدة. أما في حال استئصال القناتين فتقدر الإشارة إلى وجود فرصة الحمل الطبيعي عن طريق تقنيات الإنجاب المختلفة، ومنها تقنية الإخصاب خارج الجسم المعروفة باسم أطفال الأنابيب. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، وأي حد مر بتجربة الحمل خارج الرحم ربنا يرزقك كرامة طفل جديد إن شاء الله. إيه ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. قناة منوعات نور، نلقاكم على خير إن شاء الله.